السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابع مواطنون مغاربة ليلة أمس الاثنين 20 ماي الجاري ظهور أجسام غريبة مشتعلة كانت تحلق فوق سماء عدد من المدن المغربية، الأمر الذي طرحت معه علامات استفهام عريضة حول طبيعة هذه الأجسام المنيرة. وتم متابعة هذا الحدث الغريب في حدود الساعة 11:30 من ليلة أمس على مستوى مدينة الصخيرات، حيث عينت 3 أجسام مشتعلة تحلق فوق سماء المدينة على ارتفاع منخفض جدا يسهل متابعته بالعين المجردة، كما تناقلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا المشهد المثير وسط استغراب شديد في غياب تام لأية معلومة رسمية تكشف حقيقة هذه الأجسام الغريبة.